اهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين. الحلقة دي مميزة جدا لان الطريقة اللي فيها جديدة وسهلة، هتعرف فيها ازاي تاخد فيديوهات وتعيد رفعها وتكسب منها. بس مش هنعتمد على الفيديوهات الكرييتيف كومن، لان قلنا الطريقة دي اللي شاف الحلقة اللي اتعملت على الكرييتيف كومن مش هتقدر تحقق منها اي ارباح. دي طريقة مظبوطة ومجربة، وهتشوف بنفسك القنوات اللي بتنفذ الطرق دي وكمان بتحقق منها ارباح كويسة جدا. اهم حاجة بس تكمل معايا وتتابع معايا الخطوات للاخر علشان تعرف كل حاجة بالتفصيل. قبل ما نطلع على الفاصل اوريك بس كده الارباح اللي بتحققها القنوات دي زي القناة اللي قدامك كده، علشان تعرف ان فعلا الناس دي بتشتغل بطريقة محددة وطريقة مظبوطة، وبتقدر ان انت تحقق من خلالها الدخل على القناة بتاعتك. طب لو احنا دلوقتي اخدنا الرابط بتاع القناة دي وحطيناه في موقع السوشيال بليد بتاع التحليل علشان نقدر نعرف كل التفاصيل اللي احنا عايزينها عن القناة دي، وهل فعلا بتحقق الدخل ولا لا. ادي التحليل بتاع قناة سوشيال بليد، ادي اسم القناة زي ما هو، ودي عدد المشتركين وعدد الفيوهات وكل حاجة خاصة بالقناة. لو بصيت هنا متوسط الدخل الشهري هتلاقيه 3600 دولار لحد 57,000 دولار. طبعا احنا عارفين ان موقع السوشيال بليد احيانا بتبقى ارقامه مبالغ فيها، لكن انت لو حطيت متوسط اقل من كده اضعاف، يعني على الاقل 5 اضعاف، لو قلت مثلا الزيارات دي جاية من دول اجنبية، خلينا احنا الزيارات هتبقى على دول عربية، فهتلاقي طبعا الرقم مازال رقم كويس جدا جدا جدا. بس انت تبدأ تشتغل بالطريقة دي وانت هتعرف تحقق منها ارباح ان شاء الله. هتعرف دلوقتي معايا بالتفصيل منين هتجيب المحتوى وازاي هتعمله لحد ما ترفعه في قناتك وتبدأ ان انت تفعل الدخل عليه. بس تابع معايا للاخر. زي ما احنا وضحنا كده في المقدمة وشوفنا القنوات دي بتحقق ارباح قد ايه تقريبا. طب انا دلوقتي هشغل اي فيديو وابدأ اشوف هل في اعلانات بتنزل على الفيديوهات دي فعليا ولا لا، وهل كمان في الوصف بتاع الفيديوهات دي هل الفلوس بتاعة الاعلانات دي الارباح بتروح فعلا لصاحب القناة، ولا بتبقى الارباح دي بتروح لحد تاني، يعني الفيديو بيبقى لايسنس تو حد تاني، يعني الارباح بياخدها حد تاني. لو جربنا نشغل مثلا اي فيديو، نشغل ده كده زي ما احنا شايفين الفيديو هو ما فيهوش اي حاجة. هنا طبعا لو الارباح بتروح لحد تاني بيوضح لك هنا اليوتيوب بيكتب ان دي لايسنس تو، يعني الترخيص بتاعها لحد تاني، صالح حد تاني او اي حاجة زي دي. معنى كده ان الارباح بتروح فعلا لصاحب القناة. ودي ادي اعلان اهو ظهر، كنا لسه هندور على الاعلانات، اعلانات ظهرت اهي، فكده كويس جدا. يبقى كده احنا اتأكدنا ان فعلا في اعلانات بتظهر والاعلانات ارباحها بتروح لصاحب القناة فعليا. يعني كل ده معناه ان فعلا الطريقة دي شغالة 100% ومفيش منها اي مشكلة. برضو وضحنا في العنوان ان احنا مش هنعتمد على الفيديوهات اللي هي كرييتيف كومن. الكرييتيف كومن ده اللي ما يعرفوش اللي هو ايه، انت هتفتح مثلا اليوتيوب هتبحث عن ميوزك وليكن، يعني هتبحث عن موسيقى، فتيجي هنا تلاقي فلتر وتبدا ان انت تختار فيديوهات كرييتيف كومن. الفيديوهات دي اللي هي ملهاش حقوق طبع ونشر، تقدر ان انت تعيد استخدامها. بس زي ما احنا وضحنا في حلقه مخصصه لاعاده رفع الفيديوهات، هسيبها لكم في الوصف بتاع الفيديو ده، ان الفيديوهات دي هتساعدك ان انت تعمل محتوى، انما افتحي الارباح الفيديوهات دي مش هتستفيد منها باي حاجه. يعني اي حد يقول لك ان انت تقدر تربح من اعاده الرفع من خلال الكرييتيف كومن، الكلام ده غلط خالص. علشان كده الطريقه دي احنا مش هنشتغل بيها لان احنا عايزين نحقق ارباح. طيب احنا دلوقتي هنعتمد على ايه في الطريقه اللي بنقول جديده وسهله علشان نبدا ان احنا نعيد رفع فيديوهات ونبدا ان احنا نرفعها على القناه ونحقق عليها الدخل؟ هنبدا نستعين بالموقع المعروف اللي هو ساوند كلاود. ساوند كلاود هو اللي هيسعفنا في الموضوع ده وهو اللي هيبقى الاساس بتاعنا في تحقيق الارباح. انا هدخل على ساوند كلاود وهبدا ان انا ابحث مثلا وليكن هعمل فيديوهات عن الموسيقى، ابدا اعمل قنوات موسيقى زي القنوات اللي احنا شفناها دي. هي قناه موسيقى ما فيهاش فيها اي حقوق طبع ونشر، وهي دي الناس بتشتغل بالطريقه دي. ادي قناه موسيقى ثانيه برضه ما فيهاش اي حقوق طبع ونشر، هنبدا ان احنا نشتغل زيهم. فاحنا الهدف بتاعنا موسيقى، وليكن هبحث عن مثلا سلو ميوزك. هيظهر قدامي اهي مقاطع موسيقى كتيره جدا، طبعا موقع ساوند كلاود معروف. هبدا اضغط هنا مثلا، وليكن مثلا دي عجبتك او انت عايز تشتغل بيها، هتبدا تضغط على المؤلف ده. هنا بقى الكلام الجديد، انا دلوقتي عندي الراجل ده لما ضغطت على الموسيقى دي هو ده صاحب المقاطع الموسيقية اللي موجودة قدامي. هلاقي عنده ان في 89 او 90,000 تقريبا، 90,000 فولور، يعني 90,000 متابع. طبعا دي حاجة كويسة جدا، يعني ده معنى كده ان هو بيقدم حاجة كويسة وليه اكتر من مقطع. طب انا اقدر اعمل ايه يكون قانوني ان انا اعيد استخدام الحاجة دي وابدأ ان انا استغلها في اليوتيوب؟
أبدأ ببساطة، وهو ده بقى الطريقة الجديدة، أو مش طريقة جديدة، هو ده التفكير المختلف، لأن كله بياخد الكريتيف كومن ويبدأ إن هو يشتغل عليه في كل المنصات. وطبعا قلنا الطريقة دي فاشلة جدا ومش نافعة، لكن الشغل الجديد أو الطريقة اللي أنت تقدر تعتمد عليها اللي هي الطريقة القانونية، اللي هي إيه؟ اللي هي إنك تستأذن من صاحب المحتوى نفسه. بمعنى إيه؟ بمعنى دي كلها وسائل التواصل بالراجل ده او الناس دي، صاحبة التراك ده، تقدر ان انت تتواصل معاهم من خلال الحاجات دي. طبعا يفضل الانستجرام ده اول حاجة تبص عليها، لان هو ده اللي بيبقى اغلب الرد عليه واغلب التعامل عليه، ده عن تجربة يعني. فهتبدأ من خلال الانستجرام، هتضغط عليه وتبدأ ان انت تتواصل معاه. هتواصل معاه ايه؟ طب ده راجل اجنبي وانا عربي، ولسه بقى هيبقى في كلام وحواديت ولا اي حاجة من دي. انت مجرد هتبعت له رسالة معناها ان انا شفت الموسيقى بتاعتك على الساوند كلاود وعجبتني، وانا عندي قناة يوتيوب اسمها كذا، وعايز اخد التراك بتاعك اللي اسمه كذا، ابدأ احطه عندي مقابل كده ان انا هحط المصدر في الوصف. يعني هحط اسمك وهحط البيانات بتاعتك اللي انت تحددها في الوصف عندي بتاع الفيديو. طبعا ده مش هيكلفك حاجة، لما انت تحط الوصف بتاع الراجل ده مقابل ان انت يديك اذن ان انت تستخدم الفيديو بتاعه بدون حقوق طبع ونشر، فطبعا دي حاجة كويسة جدا جدا جدا، يعني انت مش خسران اي حاجة. طيب ايه نص الرسالة دي؟ نص الرسالة دي هيبان قدامك اهو زي ما انت شايف كده، دي نص جاهز انا بستخدمه لما بعوز استخدم حاجة زي كده. انت هتاخده، هسيبه لك برضه في الوصف، تقدر تنزله هتستخدمه عادي جدا، هتاخده تبعته له وغالبا هيرد عليك اوكي، لان الناس دي هتبقى عايزة ان هي توسع الشغل بتاعها. فانت لما تحط المصدر بتاع الموسيقى دي، ده كده بالنسبة له مكسب، اللي هيهتم ويسمع التراك وهيعجبه هيبدأ يدور عليه، وفي نفس الوقت انت هتاخد مشاهدة من خلال التراكات اللي انت بتحطها وانت مستأذن من صاحبها. فهنا طبعا انت ما عندكش اي مشكلة مع حقوق الطبع والنشر، لان انت فعلا واخد اذن صاحب التراك وان انت تبدا تستخدمه، وهو مش هيمانع زي ما قلت لك، في اغلب الاحوال مش هيمانع خالص. بس طبعا ما تجيش لتراك مشهور او حد مشهور هتلاقي عنده فولورز بالملايين وتبدا ان انت تاخد التراك بتاعه او عايز تستخدم التراكات بتاعته، طبعا دي مش محبذه جدا وهيترفض طبعا، لان هو عنده ملايين فبالتالي مش محتاج ان انت تسوق له. لكن لما يكون حد مثلا مش معدي ال 100,000 او 200,000، هيحب ان هو يوسع الجمهور بتاعه او يزود شريحة المتفرجين او المتابعين بتوعه، من خلال ان هو هيسمح لك ان انت تنشر التراكات بتاعته في مقابل كده ان انت هتذكر المصدر في الوصف بتاع الفيديو. طب لحد هنا كويس جدا، اديني عرفت كده هجيب التراكات اللي انا هشتغل بيها منين، وعرفت هستأذن من صاحبها ازاي. طب انا بعد كده هعمل ايه؟ يعني ازاي انا هنزل التراك ده وهبدأ ان انا اشتغل بيه؟ تنزيل التراك طبعا امر سهل، انت هتعرف تنزلها، يعني مش هي دي المشكلة بتاعتنا. لكن المشكلة بعد كده ان انا عايز اعملها فيديو زي ما الناس دي عاملة في القنوات بتاعتها. يعني انا خدت مثال القناة دي والقناة دي، بيبدأوا ان هم يحطوا الموسيقى دي على فيديوهات، او مثلا بيعملوها بشكل معين زي ما انا مثلا نشغل التراك ده كده ونشوفه. بص مجرد صورة، وادي فيه اللي هي المؤشرات دي بتشتغل مع الصوت يعني، فبتبقى حاجة كويسة جدا. طب انا عايز اعمل زي ده، هقدر اعمل زي ده؟ اه هتعرف تعمله بكل سهولة برضو، مش محتاج اي حاجة، مجرد ما هتنزل التراك ده MP3 على الجهاز بتاعك. ايه هي الخطوة اللي بعد كده؟ طبعا ما تنساش ان انت اول حاجة هتعملها ان انت هتستأذن صاحب التراك، يعني ده اللي مش هعمله دلوقتي لان انا قلته لك ببساطة وبيتعمل ازاي ومن خلال ايه كمان. يعني انت هتدور على ابسط حاجة، لو في انستجرام يبقى الموضوع كده اتحل، هتراسله من عليه بالرسالة اللي انا هسيبها لك في الوصف دي، وهتبدأ ان انت تاخد التراك هتنزله MP3 علشان تبدأ تستخدمه. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ ان انت هتدخل على الموقع ده. الموقع ده من المواقع المميزة جدا، هتلاقيني برضو سايب لك اللينك بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. طب ده انت هتعمل بيه ايه؟ ده انت هتحول بيه التراك الام بي 3 لفيديو زي اللي انت شفته واحنا شغلناه دلوقتي، وعليه اللي هي الحركات اللي بتشتغل مع الموسيقى. نجرب كده ونشوف هيتعمل ده ازاي. هتنزل لتحت كده، هتختار من هنا دي زي ما انت شايف كده. اول حاجه ظهر ان انت تجيب الموسيقى منين، يا اما عايز مثلا قطعه من عنده او مقطع موسيقى من عنده. طبعا انا مش عايز، انا عايز الموسيقى اللي انا نزلتها من الساوند كلاود. هبدا اعمل لود واحدد له مكان الملف ده. انا كده اخترت ملف الموسيقى اللي انا عايز اشتغل بيه، اعمل هنا كلوز. ادي كده الملف ظهر عندي تحت، لو انا وطيت الصوت كده وشغلته، طيب اهو كده اشتغل ومفيش اي مشكله. وادي المؤثرات اللي هتشتغل عليه عادي خالص، يعني لو عملت بلاي
هيشتغل اهو عادي خالص. انا طبعا بكتم الصوت علشان انا لا استأذنت من حد ان انا استخدم موسيقى ولا بتاع، وهاخد انا ايه مخالفة حقوق تبع ونشر. لكن انا بعرفك ان انت كل ده هتعمله بعد ما تستأذن علشان خاطر ما تتعرضش لاي مشكلة في القناة بتاعتك. هعمل بوز. طب انا عايز اضيف على الشكل اللي موجود قدامي ده، ممكن ان انا اغير الباك جراوند خالص. لو انا عندي صورة بتاعت الخلفية عايز اغيرها، لو انا عندي صورة خاصة بيا هبدأ ان انا برضو اعمل تشينج باك جراوند واعمل لود في روم كمبيوتر واختار الصورة اللي انا عايزها من عندي. ممكن هلاقي هنا من لايرز لو انا عايز اضيف مؤثر معين زي الحاجات مثلا اللي هنشوفها دي، من ايتم، واعمل اد ايتم وابدا اختار شكل معين وليكن ده مثلا، هدوس على علامة الزائد كده، ولو شغلت هلاقي المؤثر اتضاف. طب ممكن اجرب حاجة تاني، مفيش مشكلة، ممكن اجرب ده. شايف الشكل اتغير ازاي؟ يبقى انت كده عملت فيديو. طول ما الموسيقى دي شغالة هيبدأ ان هو يتغير الشكل معاه زي الفيديو اللي انت شفته بالظبط، وكل ما هتدور هتجيب حاجات اكتر. هدوس هنا على علامة الزائد، اديني غيرت الشكل تاني وهكذا. يعني انت طبعا هتبقى تجرب في الحاجات دي كلها، هتعمل هتضيف لك مؤثرات واشكال جديدة على الفيديو بتاعك. طب انا خلصت وعايز ابدأ ان انا احفظ بقى الملف ده علشان خاطر بعد كده ارجع ارفعه على القناة بتاعتي، ايه اخر خطوة المفروض تتعمل؟ اللي هي اكسبورت. هتضغط عليها وهتلاقي هنا تحت خالص ستارت انكودنج، دي بمجرد ما تضغط عليها هيبدأ يجمع لك الملف وينزله على الجهاز بتاعك. نضغط عليها كده بيوضح لك ان انت علشان تشتغل بالفيديو ده ومن غير اي حقوق تبع ونشر هتحط بس كل الكلام ده في الوصف. طبعا مفيش مشكلة خالص، انت هتحط في الوصف بتاعك مصدر التراك اللي انت جايبه ومصدر الفيديو اللي انت عملته، مش مخسرينك اي حاجة، هتحطهم عندك مقابل كده حقوق التبع والنشر معاك، وانت اللي هتستفيد بالارباح لما تيجي تطلب تحقيق الدخل او تفعيل الدخل على القناة. هتبدأ تضغط على اي اجري ان انت موافق، بعد ما تاخد ده كوبي وبيست تحطه عندك. طبعا هتستنى لحد ما هنا يكمل 100% علشان يبقى ضن تمام ونزل على الجهاز بتاعك. كده يا باشا خلصنا تجميع الفيديو وبدأ ان هو ينزله على طول. طبعا لو ما بدأش التحميل على طول هتضغط هنا علشان خاطر يبدأ ان هو ينزله لك. لو ضغطت هنا على الفيديو تحت شغلته، دي الموسيقى اللي انا حطيتها اهي، وادي الفيديو اللي انا عملته. كده كل حاجة ماشية تمام وكل حاجة قانونية. هتبدأ ان انت تعمل فيديوهات بالشكل ده طبعا من غير ما انت هتعمل اي محتوى، يعني المحتوى جاهز عندك، بدأت ان انت تستأذن وتنزله MP3 وعرفت ازاي هتعمله فيديو، وهتبدأ ان انت ترفعه على القناة بتاعتك لحد ما ان شاء الله تفعل الدخل على القناة بدون ما انت هتعمل اي حاجة ولا هتعمل محتوى ولا غيره، مجرد ان انت استأذنت ان انت هتستخدم المحتوى الموجود، وقلت لك بنسبة كبيرة هتاخد موافقة عليه لو اخترت الناس الصح اللي انت هتطلب منهم المحتوى بتاعهم. وكده انت ماشي بشكل قانوني تماما زي ما قلنا، القنوات اهي شغالة بالطريقة دي وبتحقق دخل كويس. وديني وريتك برضو على السوشيال بليد الناس دي بتحقق قد ايه ومفيش اي مشكلة، ودخلت على فيديو من الفيديوهات شفت الاعلان وشفت ان مفيش اي ترخيص لاي حد ان هو ياخد ارباح غير صاحب القناة نفسه. طريقة جديدة ومهمة ياريت تستغلها ومتكتفيش ان انت تسمع وتطنش او تكبر دماغك، يعني حاول تبدأ في التنفيذ وتبدأ ان انت تشتغل. دمتم بخير ونشوفكم الحلقة الجاية.